السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو أخباركم؟ طبعا هذه سي سي بي فال، طبعا هذه في الـ A46 الـ E39 الـ E60 E65 نفس الشكل، يعني يكون في ربلة موجودة هنا، أوكي. فإذا يصير فيها شرخ أو شيء أو النتيبة أو يكون فيها عليها آيل وايد زيت متيبس، عليها شحم كربون صاير يابس، يصير فيها كراك، اوكي، وما تشتغل عدل بعد، حتى لو كلها كربون وكذي انه ما تشتغل عدل، فتصير يابسة. على كل هي ما بتشتغل عدل اذا فيها اي مشكلة، وبسبب لك نقص في الزيت. فالآيل بصير ينسحب من صينية الزيت من هني، يروح لفوق للإكزوز. إذا هذه الربلة اختربت، أوكي، ف تبديلها مو الربلة ذي، القطعة كاملة هي، اوكي، تبديلها بواحدة ثانية يوفر عليك ماكينة. فيفضل دائما ان تشيك الاكزوز والسيارة باردة يوم تشغلها، اذا ما في دخان اوكي ما عليه، لان تحتر شوي خلين تسخن لدرجة الحرارة شو اسمها المطلوبة، اللي هي الـ operating temperature. بعدين دعس دوسة واحدة مرة واحدة، دعسة قوية، وخل واحد ورا او انت طالع ورا الاكزوز، اذا ايش اسمه طلع دخان ابيض ف يحتاج تبدل به. ما بدلته بيكسر عليك الايل وانت ماشي. بعد ما تبدل ذي بتبدل ماكينة او بتسوي اوفر هول حق الماكينة. ف الحق عليه وتأكد انه شغال تمام تمام، وتأكد من الاهواز المتصلة فيه. سلامتكم شباب.